أصدقائي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الأمور ديالكم طيبة وفي أفضل الأحوال. كيف ما كتشوفوا الحصة ديال اليوم إن شاء الله غنشوفوا Introduction to Linguistics بالنسبة للأصدقاء ديال S4. درت هذه الحصة هذه نزولا عند رغبة بزاف الأصدقاء اللي كانوا راسلوني على الخاص، قالوا لي عافاك واش ممكن أنك دير لنا الدروس ديال S4، لأنهم شافوني كنتعاملوا ولا كنتعاونوا شوية مع أصدقاء ديال S1. حنا كنتعاونوا مع الجميع. غير فقط واحد المعلومة أصدقائي، ما فيها باس تشاركوا القناة مع الأصدقاء في سبيل الله. راه ماشي تفهموني غلط، لأن ملي كتقول شارك القناة كيقول لك باغي تربحوا. أما فهمت أنا العقلية ديال البعض للأسف الشديد. مشاركة القناة بمعنى باش يكون عندها جمهور، لأن بزاف ديال الناس ما كيعرفوكش وما فيها باس يعرفوك، ماشي باش يديروا لك لايك ولا باش تعجبهم، غير باش يستافدوا في سبيل الله. لأنه ملي كندخل أنا الأناليتيك ديال الشانل ديالي وكنلقى أكثر من 70% كتشاهدني ديما وما دايرهاش أبوني، صراحة كيبقى فيك الحال. علاش؟ لأن ما فيها باس نشاركوا القناة. حتى إلا ما بغيتيش دير أبوني ماشي مشكل، من حقك، غير شارك القناة في سبيل الله أخوتي. راه ما كنقلبوش على ربح مادي، والله على ما نقول شهيد، وخير دليل هي المشاهدات اللي عندي في القناة. ممكن نطور القناة بطريقة أخرى، ولكن أنا باغي نخوض في هذا المجال هذا في سبيل الله. إذا الحصة ديال اليوم كيف ما قلنا باش ما نطولش عليكم بزاف، غنشوفوا أن Introduction to Linguistics، مدخل عام إلى اللسانيات بالنسبة للدراسات الإنجليزية. غنشوفوا التعريف ديال Linguistics وبعض الأمور المهمة. لهذا أي صديق أو صديقة مهتم بدراسة اللسانيات، يعني في أي سيمستر كان، فهاد الشيء مهم ليه بزاف. إذا كنطلب منكم انتباه وغادي نمشيو ستيب باي ستيب، وهذا الشيء غيكون بشكل مبسط إن شاء الله باش نفهموه كاملين. أول حاجة أصدقائي غادي نشوفو هو Definition of Linguistics. شنو هو تعريف ديال اللسانيات؟ كاين اللي تيقول لي اللغويات حنا ما كنديروش ترجمة، يعني اللسانيات. بطريقة بسيطة غنقولو Linguistics can be defined as the scientific or systematic study of language. يعني يمكن أننا نديرو التعريف لهذا المصطلح هذا على أنه علم اللغة. هذا العلم هذا هو واحد الدراسة اللي هي علمية أو منهجية للغة. نعقلو على هذا الشيء لأنه مهم بزاف. أيضا it is a science in the sense that it scientifically studies the rules and شموهم systems and principles of human languages. يعني واحد العلم اللي كيدرس قواعد وأنظمة ومبادئ اللغة اللي هي كنهضروا اللغات بطبيعة الحال البشرية. إذا هو يدرس القواعد ومبادئ اللغات البشرية. إذا هذا هو التعريف بشكل بسيط جدا. دابا غنشوفوا أصدقائي linguistics purposes، يعني كنقولوا الأغراض أو الأهداف من هذه الدراسة اللغوية. علاش أنا خصني ندرس linguistics as for example student؟ علاش؟ شنو هو الهدف وشنو هو purpose behind for example this study؟ أولا خصك تعرف أنه one is that it studies the nature of language and tries to establish a theory of language and describe languages in the light of the theory established. يعني هنا أصدقائي كنهضروا على أن هذا الهدف ولا أحد هذه الأهداف هذه أنه كيدرس طبيعة اللغة ويحاول إنشاء واحد النظرية لهذه اللغة اللي كندرسو في ضوء واحد النظريات اللي كتكون قائمة، لأننا هنا كندرسو لغة. إذن فعلم اللسانيات عندما نقول لسان، فاللسان طبيعة الحال الدور دياله هو النطق كلمات، إذن كنخرجوا لغة. هذا هو الهدف الأول. أيضا أصدقائي the other، يعني الهدف الثاني ولا purpose for example number two okay the other is that it examines all the forms of language in general and seeks a scientific understanding of the ways in which it is organized to fulfill the needs it serves and the functions it performs in human life. هذه مهمة بزاف. أيضا دور ديالو آخر هو أنه كيفحص ولا كيدير واحد الفحص لجميع أشكال اللغة بشكل عام، والهدف من هذا الفحص هذا هو أننا نفهم اللغة بواحد الطريقة اللي هي علمية، بواحد الطريقة اللي هي منظمة لتلبية الحاجيات والاحتياجات اللي كنوظفوها ولا كنستخدموها في حياة الإنسان. إذا بطبيعة الحال اللغة كتخدم الإنسان، إذا الإنسان هو الذي هو اللي لقى اللغة، ماشي اللغة اللي وجدت الإنسان. إذا وجود الإنسان بعد من وجد اللغة، إذا وظيفة اللغة أنها عندها واحد الدور في حياة الإنسان وتؤدي إلى ما يسمى بالتواصل، وهذا الشيء غنمشيو ستيب باي ستيب وغنفهموه مزيان. دابا غنشوفوا أصدقائي scope of linguistics. هنا بغيتكم تركزوا معايا مزيان باش نشوفوا هذا النطاق ديال ملي غنقسموا يعني بطبيعة الحال اللسانيات إلى واحد جوج ديال الأمور مهمة بزاف. أولا عندنا ما يسمى بالمايكرو لينغويستكس. هذا النوع هذا includes شنو كيتضمن؟ phonetics، وهذا الشيء غنشوفوه، phonology، morphology، syntax، semantics، and pragmatics.
هذا العلم هذا بطبيعة الحال هو كيختص بعلم الأصوات بطبيعة الحال، الصرف، بناء الجملة، علم الدلالات والبراغماتية، هادشي كله غادي نشرحوه يعني مصطلح بمصطلح. إذا أنت لحد الآن خصك تعرف أننا كنهضروا على الحاجة اللي كتسمى مايكرو لينغويستكس. أوكي، هذا العلم هذا اللي غنهضروا عليه كيختص بهاد الأمور هادو ولا بهاد البرانشز اللي هما الفونيتكس كيف ما قلنا، دراسة ديال الأصوات وحنا قريناها في الإس 1 بطبيعة الحال، وعندنا الفونولوجي هذا مهم بزاف، أوكي، وعندنا المورفولوجي، سينتاكس، سيمانتكس اند براغماتكس. والأصدقاء ديال الإس 5 ولا الإس 6 هما اللي كيفهموني شنو كنقصد بالسيمانتكس اند براغماتكس. بالنسبة أصدقائي المايكرو لينغويستيكس هاد البرانش يعني ولا هاد التخصص فيه بزاف ديال البرانشز اللي هو ولا اللي هي سوسيو لينغويستيكس، سايكو لينغويستيكس، نيورو لينغويستيكس، ستايلستيكس، ديسكورس أناليسيس. هاد الكلمة اللي هي كامبيو جاية من كمبيوتر، أوكي حنا غنشوفوها، كامبيوتاشنال لينغويستيكس، كوجنيتيف لينغويستيكس، أبلاي لينغويستيكس. كما قلنا غنشوفوا بوينت نمبر 1 مايكرو لينغويستيكس، وهنا بغيتكم تركزوا معايا مزيان في هاد التيرمز اللي غنشوفوا حيت مهمين بزاف. اول تيرم عندنا اللي هو الفونيتكس، نقدروا نسميوه فقط برانش باش تفهموا مزيان. الفونيتكس قريناها في الاس 1 ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. اذا الفونيتكس is the scientific study of speech sounds, it studies how speech sounds are articulated, transmitted and received. يعني هذا العلم هذا اللي هو الصوتيات هو واحد الدراسه علميه عقل مزيان لاصوات الكلام. يعني علاش كنقولوا علميه؟ حيت كنقراو سامبلز الاي بي اي، كنا شفنا بليس اوف ارتيكوليشن، شفنا داك الماوث يعني كيفاش كتنطق، هادشي كله دراسه علمية ماشي اعتباطية. أيضا هو كيدرسنا كيفية النطق ديال أصوات الكلام والنقل ديالها والاستقبال ديالها. ثانيا عندنا الفونولوجي، فونولوجي غير بعيد على الفونيتكس هو علم الأصوات. هذا العلم هذا is the study of how speech sounds function in a language. It studies the way speech sounds are organized. It can be seen as the functional phonetics of a particular language. يعني هذا علم الأصوات هو واحد دراسة ديال كيفية عمل يعني العمل ديال أصوات الكلام في اللغة. هو كيدرس لنا طرق ديال تنظيم أصوات الكلام، إذن ينظم أصوات الكلام. أوكي، داك الشيء اللي كنقراو فونيتكس كيجي هاد الفونولوجي باش ينظم لنا داك الشيء اللي كنقراو. لهذا يمكن اعتباره هو كيدير لنا ما يسمى بالوظيفة ولا دراسة وظيفة معينة ولا للغة معينة. أيضا عندنا المورفولوجي، المورفولوجي هو علم الصرف. Is the study of the formation of words. يعني هذا العلم هذا علم الصرف هو دراسة تكوين الكلمة. إذن how do we form word؟ هذا قلنا is the study of the formation. Formation from the word to form of words. It is a branch. كان قرب شوية بس تمشيوا معي بشوية. It is a branch of linguistics which breaks words into morphemes. The term morphemes كان عرفوه كاملين. It can be considered as the grammar of words as syntax. is the grammar of sentences. إذن هو كيف ما كنعرفوا أصدقائي هذا علم اللي قلنا علم الصرف هو دراسة تكوين الكلمات، هو فرع بطبيعة الحال برانش من linguistics. إذن هو كيقسم لنا الكلمات إلى مجموعة من السياق، ويمكن أننا نعتبره هو كيدير لنا ما يسمى بقواعد اللغة، لأن النحو كيف ما كنعرفوا كيدير لنا دراسة قواعد الجمل. لهذا غادي نشوفوا syntax after. دابا أصدقائي نشوفوا كيف ما قلت syntax. منين نسمع syntax يعني بناء الجملة، كيف نقوم ببناء الجملة في اللغة الإنجليزية. والsyntax كاين في العربية في الفرنسية في جميع اللغات. deals with يعني كيتماشى ولا كيدرسنا. deals with the combination of words into phrases. يعني phrase هي العبارة اللي ما كيعرفهاش، ما كيكونش فيها subject، يكون عندنا يعني جوج ديال الكلمات أو ثلاثة. clauses قريناهم. and sentences يعني simple, compound, etc. it is the grammar كيف ما قلنا of sentence construction. إذن هو كيتعامل مع بناء الجملة مع واحد مجموعة من الكلمات مع عبارات مثلا أو جمل. إذن كيديرنا ما يسمى بدراسة قواعد بناء الجملة. دابا غنشوفوا سيمانتكس، والاصدقاء ديال اس 5 ولا اللي عندهم تخصص في اللسانيات غيفهموا مزيان هذه النوعيه ديال السيمانتكس، يعني علم الدلاله مثلا لان عندها علاقه بالدلاله ديال معاني الكلمات. is a branch of linguistics. اوكي حتى هو برانش باش تعرفوا لينغويستيك راه واحد البحر كبير. which is concerned with the study of meaning، دراسه المعنى. in all its formal aspects، ما كنقولوش informal يعني بطريقه اكاديميه. words have several types of meaning، يعني الكلمات عندها بعض types of meaning. اذا علم الدلاله هو فرع كيف ما قلنا ولا واحد البرانش من لينغويستيكس، هو كيهتم بدراسه المعنى عقل مزيان، هذا هو الكي في جوانب ولا في جميع الجوانب الشكليه ولا يعني ديال المعنى اللي كندرسو.
دابا اصدقائي غنشوفوا البراغماتيكس. البراغماتيه في اللغه ماشي البراغماتيه اللي كنعرفوا اصدقاء ماديه ولا شي براغماتيه اخرى، لا. Pragmatics can be defined as a study of language in use. It deals with how speakers use language in ways which cannot be predicted from linguistic knowledge alone, and how hearers and المستمعين arrive at the intended meaning of speakers. يعني pragmatics كتساوي meaning اللي هو قلنا meaning semantics المعنى. البراغماتية يعني في اللغة هي واحد الدراسة ديال اللغة المستخدمة، كتعامل مع كيفية استخدام يعني طبيعة الحال المتحدثين اللغة بواحد طرق مثلا ما كيمكن لكش توقعها، إذن هي واحد المعرفة لغوية. إذن هنا كنهضروا على أن المستمعين كيفاش كيوصلوا للمعنى المقصود للمتحدث، لأن البراغماتيك تساوي المعنى. إذن أنا ملي كنقول واحد الكلمة كيفاش كياخذها المستمع ويحللها، اللي هذا كتسمى البراغماتيكس. ملي غنوصلوا لهذا البرانش باش نحلوه بشكل مبسط غتفهموا مزيان، نتوما عقلوا عليه كيف ما قلنا دراسة اللغة المستخدمة. فقط باش ما نطولش عليكم، دابا غنشوفوا اصدقائي كنا شفنا المايكرو، دابا غنشوفوا مايكرو لينغويستكس. هنا بغيتكم تركزوا معايا مزيان لان غنشوفوا فقط تيرمز جداد اوكي اللي من خلالهم غتفهم لينغويستكس بشكل مبسط كيف ما قلنا. اولا عندنا سوسيو لينغويستكس. اذا ملي كنقولوا حنا سوسيو شي حاجه اللي هي عندها علاقه برافو عليك اجتماعي مثلا اجتماعي، وعندنا لينغويستكس بحال واحد الكلمه مركبه لهذا كتسمى علم الاجتماع مثلا اللغوي يعني كيدرس لنا اللغه. سوسيو لينغويستكس ستاديز ذا ريليشنز بيتوين لانجويج اند سوسايتي، يعني هو دراسه يعني واحد العلاقه ما بين اللغه والمجتمع. هاو سوشيال فاكتورز انفلوينس ذا ستراكشر اوف يوز اوف لانجويج، هذا العلم هذا كيدرس العلاقه او العلاقات بين اللغه والمجتمع، يعني كيفاش كتاثر العوامل الاجتماعية على بنية اللغة والاستخدام ديالها. إذا أنت باش تكون ذكي دائما هناك علاقة جدلية بين اللغة القائمة بذاتها والمجتمع اللي كان تحدث ديك اللغة فيه. لهذا في الدراسة الاجتماعية اللغة والعلم الاجتماع اللغوي كندرسوا علاقة الأفراد والمجتمع باللغة، كيفاش ناخذوا حنايا هذوك الناس وندرسوهم وندرسو مثلا الإرث ديالهم ولا المورود الثقافي ديالهم، لأنه بطبيعة الحال اللغة عندها علاقة حتى بالثقافة، وهذا الشيء غنشوفوه after باش ما انك نهضر بزاف باش ما نضيع لكمش الوقت. عندنا اصدقائي كيف ما كتشوفوا معايا ثانيا عندنا سايكولينغويستكس اوكي. سايكولينغويستكس هو واحد الدراسه از ذا ستادي اوف لانجويج اند مايند، دراسه اللغه والعقل اوكي باش تفهموا مزيان شي حاجه اللي هي منتل. ذا منتل ستراكشرز اند بروسيسز ويتش ار انفولفد ان اكويزيشن، يعني الاكويزيشن هو الاكتساب، واكويزيشن دائما حطها قدامها ضد ديالها هو ليرنين، هادشي غتشوفوه افتر. قلنا اكويزيشن كومبريهنشن اند برودكشن اوف لانجويج، هذا العلم هذا نقدروا ندخلوا علم اللغه يعني نفسي مثلا، هو واحد الدراسه ديال اللغه وعلاقتها بالعقل اوكي، واحد العمليات عقليه اللي كتشارك في اكتساب اللغه والفهم والانتاج ديالها. اذا بطبيعه الحال كاين علاقة جدلية قائمة بين ما هو نفسي وما هو لغوي، هادشي غنشوفوه من بعد. دابا نشوف أصدقائي Neurolinguistics is the study of language tension in the brain. It typically studies the disturbances of language comprehension and production caused by damage of certain areas of the brain. هذا العلم هذا بطبيعة الحال أصدقائي هو واحد دراسة ديال معالجة اللغة وتمثيل اللغة في الدماغ. هو عادة كيدرس اضطرابات فهم اللغة وذاك الإنتاج الناجم اللي كيكون واقع عن تلف واحد المناطق معينة في الدماغ. دابا نشوف أصدقائي stylistics أوكي. stylistics يعني علم الأسلوب. Is the study of how literary effects can be related to linguistic features. It usually refers to the study of written English or the written language including literary texts, but it also investigated spoken language sometimes. هذا العلم هذا أصدقائي هو واحد الدراسة لكيفية ارتباط التأثيرات الأدبية بالسمات اللغوية. هو طبيعة الحال عادة هو واحد الدراسة ديال اللغة المكتوبة أوكي، حيت كنهضرو على ستايل يعني اللغة اللي كتكون مكتوبة، اللي كنهضرو في داكشي اللي عنده علاقة بالنص الأدبي باش تفهم مزيان، النصوص الأدبية المكتوبة. لأنه دائما هذا العلم هذا ولا هذا البرانش كيبحث لنا في اللغة المنطوقة في بعض الأحيان، يعني اللي كنقولو منطوقة هي ما يسمى بطبيعة الحال spoken for example language. أنا قلت English بطبيعة الحال كنهضرو على اللغة يعني اللي هي اللغة الإنجليزية ولا language in general. أصدقائي عندنا أيضا discourse analysis ولا ما يسمى text linguistics، هو تحليل الخطاب. وفقط واحد الملاحظة، كان عندي البحث ديالي أنا في ذاك الوقت فاش درت لافاك ديالي في ذاك الوقت كان عندي على discourse analysis تحليل الخطاب في واحد الحاجة يعني واحد الحالة خاصة يعني ديال تحليل الخطاب، وكنصح الأصدقاء أنهم يقلبوا مزيان في هذا البرانش حيت غيفيدهم بزاف.
هو is the study of the relationship between language and the context in which language is used. هو دراسة العلاقة بين اللغة والسياقات اللي كتستخدم فيها اللغة. باش نفهم مزيان شنو كنقصدو بتحليل الخطاب، يعني أي واحد مثلا خدينا واحد الخطاب غير فقط، هذا مثال باش تفهموني مزيان باش ما تفهمونيش الطريقة اللي هي أخرى. خدينا واحد الخطاب مثلا ديني معين، ولكن هذاك الخطاب اللي هو ديني مثلا ديرو واحد السيد مثلا اكس، هذا فقط مثال، كنشدو داك الخطاب كنحلوه، كنديرو له واحد التحليل، كنشوفو هذاك الخطاب اللي موصلنا شنو هما الرسائل اللي بغى يوصلنا، حيت بطبيعة الحال بعض المرات كتكون رسائل ضمنية، ربما كيحرك لنا الافكار، ربما تغيير الافكار، تغيير ربما المنهج، تغيير طريقة التفكير، هذا غير مثال باش تفهموا. اذا تحليل الخطاب، وداك التحليل ما كيكونش قائم على العاطفة، كيكون تحليل برافو عليك علمي منطقي، كيكون غادي بواحد مراحل، انه لا يمكن تحليل خطاب معين بدون الخضوع لواحد الطريقه اللي هي ولا علاقه باللغه والسياق اللي استخدمت فيه. لهذا خصنا نفرقوا ما بين الامور الاعتباطيه والامور العلميه التنظيميه للغه. اوكي ماي فريندز، ناو ليتس سي، هذه الكلمه اللي كتشوفوا جايه من كمبيوتر اللي هي كومبيوتيشنال لينغويستكس. از ان ابروتش تو لينغويستكس ويتش امبلويز ماثيماتيكال تكنيكس often with the help of a computer. بشكل مبسط أصدقائي، هذا العلم هذا هو واحد علم اللي كيختص ولا كيستخدم تقنيات رياضية، وغالبا كنستخدمه بمساعدة الكمبيوتر. دابا نشوفوا الكوجنيتيف لينغويستكس، يعني علم اللغة المعرفية، وهنا بغيتكم تركزوا مزيان لأن هذا الشيء غتشوفوه منين تقراوا إن شاء الله theories، غينفعكم بزاف يعني ومزيان. is an approach to the analysis of natural language that focuses on language as an instrument for organizing, processing and conveying information. هذا العلم هذا أصدقائي هو علم اللغة المعرفية، هو واحد النهج قائم لتحليل اللغة الطبيعية، وكيركز على اللغة كأداة أنها كتنظم وكتعالج وكتنقل لنا المعلومات. هنا اخر بوينت غنشوفو بالنسبه لهذا الشيء اللي كنقولوا هاد البرانشز اللي هو الابلايد لينغويستكس. هذا العلم هذا مهم بزاف اصدقائي، اللي هو كنسميوها كل كيقول لغات تطبيقيه، ولكن حنا كنقولوا اللسانيات التطبيقيه. يعني is primarily concerned with the application of linguistic theories, methods and findings to the elucidation of language problems which have arisen in other areas of experience. هذا العلم هذا اللي هو علم اللغه التطبيقي، ولا نقدر نقول اللسانيات التطبيقيه، هو في المقام الاول شنو كيدير؟ كيقوم ولا الهدف ديالو انه كيطبق النظريات والاساليب التطبيق. دابا كنطبقوا داكشي كله اللي شفناه نظري، اللي كاع اللي كان مثلا كنشوفوا امور نظريه اللغه، كيفاش كندرسوا اللغه، دابا كيجي التطبيق، يعني النظريات والاساليب والنتائج اللغويه باش كتوضح لنا الهدف هو توضيح مشاكل اللغه. اوكي، لان كنهضروا على ارتباطها بواحد مجموعه من المجالات، وهنا بطبيعه الحال كل شيء كينطلق من واحد الخبره معينه لدراسه اللغه. اذا هذا العلم كيتسمى applied linguistics. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء اصدقائي بشكل مبسط. دابا غادي نشوفوا what is a text. اوكي، هذه الفكره مهمه بزاف، لان بزاف الناس كيشوفوا شنو هو النص، بمعنى النص في علاقته باللسانيات. a piece of spoken or written language. بشكل مبسط هو واحد القطعة من واحد اللغة اللي كتكون يا إما منطوقة ولا مكتوبة. A text may be considered from the point of view of its structure and or its functions. يعني يمكننا نشوفو النص ولا ندير واحد نظرة للنص من واحد وجهة نظر معينة، يا إما كنشوفو الهيكلة ديالو ولا الوظيفة ديالو. هناك هيكلة معينة للنص وهناك وظيفة يؤديها النص. دابا غنشوفو تكست لينغويستكس، مهما شفنا التكست بشكل عام، دابا غنشوفو تكست لينغويستكس بشكل خاص، يعني النص اللغوي ولا النص نقدروا نقولوا لساني او لا مثلا عنده علاقه باللغه. تكست لينغويستكس هو دراسه، هذا الا كان هذاك مثلا فقط واحد القطعه اللي مثلا نقولوا لغويه منطوقه ومكتوبه، ولكن هنا دراسه. is the study of text as a product. هذه مهمه بزاف، كنهضروا على النص كواحد المنتج. ملي كنقولوا منتج ربما يكون تكست جرامر، يعني واحد القواعد نصيه، كندرسوا قواعد اللغه في نص معين، او ايضا ممكن يكون واحد البروسيس اللي هو theory of text، نظريه كيقوم عليها النص. إذا أصدقائي، نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الشيء هذا اللي شفناه بشكل مبسط جدا. كنعتذر لكن طولت عليكم بزاف، مازال إن شاء الله بارتس الموالين غنشوفوا الميثود، غنشوفوا الأبروتش، غنشوفوا بطبيعة الحال التكنيك وبزاف الأمور. إلا هذا الشيء نال الإعجاب ديالكم ولقيتوا هذا الشيء يعني في المتناول، نتمنى ديروا التعليقات ديالكم، شاركوا القناة مع الأصدقاء باش يستافد الجميع. Thanks for watching my friends. See you next time إن شاء الله and goodbye.